الو يا قناص. سعد سمير. سعد سمير قناص دي على طول. سعد سمير على طول وش كده. لا ما خلاص انا 10 سنين يا كابتن اسلام. عامل ايه يا سعد؟ الحمد لله كابتن عماد حبيبي، ايه الاخبار؟ والف سلامه عليك وترجع بالسلامه. الله يسلمك يا كابتن عماد، منور الدنيا ووحشنا كتير ووحش الناس كلها، وحلقه جميله ومنور الدنيا كلها كابتن. ربنا يخليك يا سعد، وطمني ايه الاخبار، هترجع امتى؟ يعني ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله اكون موجود في التدريب ان شاء الله. على خير ان شاء الله، على خير، ربنا يكرمك وما تستعجلش يا سعد. ما تستعجلش خالص. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه، ما تستعجلش خالص، ارجع، اهم حاجه ترجع سليم، لسه الموسم ما بداش ولسه عندك وقت طويل، ارجع سليم عشان ان شاء الله ما تخرجش من الملعب تاني ان شاء الله سعد. ان شاء الله كابتن عماد، ان شاء الله باذن الله. ممكن اسلم عليك يا كابتن سعد؟ اتفضل يا كابتن اسلام. ممكن يعني عادي ولا ايه؟ معلش الحوار خدنا بس معلش. لا يا سيدي، ده منور يا سعد طبعا، وقناتك وبيتك وواحد من كباتن الفرقه. يعني شوف طبعا. سعد سمير دلوقتي بقى واحد من كباتن الفرقه، لسه كان ناشئين وشباب وما زال، وربنا يديله الصحه والعمر يعني، ولكن كابتن من كباتن الفرقه. شرب من وائل جمعه. يعني سعد شرب من وائل جمعه، كان قاعد وبيتعلم، ووائل اداله اداله نصايح كتيره جدا، وسعد بيعمل بيها بشكل كبير. وهتكلم وارجع واقول نفس القصه، مواصفات الرجوله موجوده في سعد، لعيب راجل، لعيب ملتزم، لعيب بيحب النادي وبيحب زمايله ومخلص في شغله. كل الصفات دي، الصفات اللي بتكون موجوده في اللعيب، هي دي الصفات اللي تنفع للعيب النادي الاهلي. سعد واحد من اقدم اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، وواحد من الكبات اللي موجودين في النادي الاهلي. لعيب بيحب زمايله، لعيب محترم جدا، لعيب راجل زي ما قلت، فدوره مهم جدا في الفتره دي والفتره اللي جايه، سواء هو موجود دوره مهم وهو في الملعب، لو مش موجود خارج الملعب دوره مهم جدا جدا. على طول الفتره الاخيره حتى لما انا كنت موجود كان سعد بيتكلم بشكل دايم مع اللعيبه اللي جنبه، واللعيبه الصغيره، كان في لعيبه صغيره معانا كان بيتكلم معاهم باستمرار، لان هو سعد اقرب شويه يعني، بيتكلم سعد بيحب التهريج وبيحب الهزار، فكان اللعيبه اللي بتطلع من الناشئين او اللعيبه اللي تكون موجوده معانا بتنضم، بيحاول يقربهم يعني يضمهم ويدخلهم في فكره الاجواء بتاع الفريق الاول النادي الاهلي، واللعيبه ما تبقاش خايفه. سعد كان بطريقه كوميديه بيحاول يدخلهم في الحته دي. راجل وزي ما قلت ما بيبخلش بمعلومه لزمايله يعني. طول عمره الحقيقه سعد يعني كلام مهم جدا من نجم كبير. كلام ده بيتبروز عشان من نجم كبير واسطوره كبيره في النادي الاهلي. انا بس يا كابتن اسلام يعني مش هطول، بس عايز اتكلم بس بمواقف معينه باختصار على كابتن عماد متعب. اتفضل. لان عماد متعب ده بالنسبه لنا احنا في فرق بين النجوم والاساطير، فعماد متعب انا بشوف ان هو من الاساطير اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ايوه طبعا. منتخب مصر طبعا. عماد متعب من الناس اللي ما يعرفوش يعني بخسران كتير. عماد متعب قبل ما يكون لعيب كبير جدا ورجل كبير جدا، هو انسان. هو انسان وشخصيه، تحس ان اخوك الكبير معاك، تحس ان صاحبك، تحس ان واحد قريب منك جدا، بيصاحب في الملعب، بيتكلم معاك، بيوجهك. احنا افتقدناه جوه الملعب وافتقدناه بره الملعب الفتره اللي فاتت، فرق معانا كتير. في ناس يا كابتن اسلام كانت بالنسبه لنا بنحس ان في ظهر معانا في الملعب، بنحس ان في سند معانا في الملعب. هو عماد متعب كان من ضمنهم، حسام غالي كان من ضمنهم، كابتن وائل جمعه، ابو تريكه، بركات، النجوم دي كلها. بس عشان عماد متعب لسه مبطل قريب شويه، فكنا حاسين ان لسه في حاجه من الريحه الحلوه بتاعت الزمن اللي فات. فعماد متعب طول عمره طول عمره طول عمره بالنسبه لنا، لما يكون هداف منتخب مصر وهداف النادي الاهلي ومن اعظم الهدافين اللي جم في تاريخ مصر، هو بالنسبه لنا اعظم اخ واحسن صاحب واحسن نجم كلنا بنفتخر بيه. لما بنسافر افريقيا السفريات الاخيره لما كان هو موجود، بنشوف حتى الفرق الثانيه اللي هي الناس الافارقه او الناس اللي في شمال افريقيا عارفين قيمه عماد متعب وعارفين مكانه عماد متعب. حبيبي يا صاحبي. نفسنا طبعا يكمل معانا اكتر من كده، لكن هو حرمنا منه شويه، لكن بنستمتع بيه في التحليل وبنستمتع بيه في وجوده. بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه في اي مجال ويبقى موجود الفتره اللي جايه، لكن يظل عماد متعب من اعظم اللعيبه ومن اعظم الهدافين اللي جم في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الاهلي. انا في موسم جبت فيه 6 جوان يا كابتن اسلام كلهم بدماغي. احنا كنا في التدريب هو يقعد يقول لي الكره جايه من هنا ما تحطهاش هنا، حطها هنا. حاول تستخدم رقبتك بطريقه معينه. كنا فعلا بنستفاد منه بشكل كبير جدا جوه الملعب وهو بيلعب،
ومن التوجيهات والحاجات اللي هو بيقولها لنا فرقت مع معظمنا. وهو كان دايما يقول حاول تستفيد من اللعيب الاكبر منك. الحمد لله استفدنا منه من الجيل اللي قبليه. ودايما اللعيب الصغير بيبقى خسران لو ما اتعلمش من اللعيب الكبير، وخصوصا لو كان اسم كبير زي اسم عماد النادي. حبيبي يا سعد انا بشكرك جدا يا سعد، وان شاء الله ترجع. هترجع امتى؟ قلت لي كمان 10 ايام ان شاء الله باذن الله يا كابتن. هترجع تدريبات جماعيه على طول ولا لسه قدامك وقت شويه؟ ان شاء الله تدريبات جماعيه ان شاء الله باذن الله. يعني بس ما تستعجلش لانه وجودك مهم جدا 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 الفتره طبعا اللي جايه يا سعد، فما تستعجلش عشان انت عارف الاصابات دي بتبقى. ربنا يرجعك بالسلامه وحتى الفرقه، ويعني نتمنى لك كل التوفيق يا سعد. شكرا جزيلا للنجم سعد سمير.